حضرتك كانت المعالجة الفنية لهذه القضية؟ ما الواقع الطبي؟ فنناقشه الآن مع دكتور نعيم سطمة، استشاري جراحة مسالك بولية وأمراض العقم والضعف الجنسي. أهلا وسهلا بك معنا. أهلاً دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك. يخليك. هل بالفعل دكتور العجز الجنسي استفحل بين جيل الألفية ولماذا؟ الحقيقة بصراحة الدراسات الحديثة عم تظهر أنه زيادة واضحة وصريحة في زيادة نسب العجز الجنسي عند الرجال بالآونة الأخيرة، بالعشرين أو ثلاثين سنة الأخيرة. وبعتقد السبب بيعود لزيادة الإصابة بأمراض القلب والأوعية، زيادة معدلات السمنة وزيادة معدلات الإصابة بالداء السكري وارتفاع الشحوم والكوليسترول. هذا بالإضافة لضغوطات الحياة والضغوطات النفسية المرافقة لنمط الحياة اللي عم نعيشه حاليا. طيب إذا ما تحدثنا دكتور نعيم يعني علميا، كيف يتم تعريف هذا المرض وكيف يمكن أن يعني لا أريد تشخيصه، ولكن كيف قبل التشخيص كيف يمكن أن يعرف المريض أنه يعاني بالفعل من هذه المشكلة؟ الحقيقة بالتعريف المتفق عليه أنه العجز الجنسي هو عدم القدرة على الحصول على انتصاب كافي أو عدم القدرة على الحفاظ على هذا الانتصاب طوال فترة العملية الجنسية. فهذا هو بالتعريف. طبعا الأسباب عديدة للضعف الجنسي. كانوا سابقا يفكروا أنه أهم الأسباب هي الأسباب النفسية، حاليا لا، 75-80% من أسباب الضعف الجنسي هي أسباب عضوية. الأسباب العضوية بالنسبة للضعف الجنسي بنبتدي أول شيء بإصابات الأوعي الدموية، الشرايين والأوردة المغذية للقضيب. الشيء الثاني الإصابات العصبية، إن كانت المركزية أو المحيطية، كان في الدماغ أو في النخاع الشوكي أو الأعصاب المحيطية اللي بتغذي القضيب مباشرة. بالإضافة لهيك الاضطراب الهرمونات، اضطراب التوازن الهرموني ونقص التستوستيرون له دور مهم في هذه القضية. بالإضافة من أين يأتي هذا مثل هذا الاضطراب؟ يعني هل يحدث طبيعياً أم أنه بسبب الأكل، يعني كما يقول بعض الأحيان أنه لا شك الاضطراب مثلاً بالنسبة للتستوستيرون معدلاته تتناقص، والأستروجين في بعض الأحيان يقولون أن هناك أغذية تسبب ارتفاع في الأستروجين، هل هذا حقيقي؟ مضبوط الحكي. طبعاً هو مع السمني، الإصابة بالسمني بيؤدي لارتفاع معدلات الاستروجين عند الذكور، واختلال نسبة التستوستيرون على الاستروجين هي بتأثر بشكل كتير أساسي ومهم على موضوع القدرة الجنسية والميل الجنسي أصلا. طيب دكتور، ذكرت ربما سابقا أمراض القلب، ذكرت بعض الأمراض العضوية كذلك، ولكن ماذا عن تناول تعاطي للمخدرات، الكحول كذلك، التدخين في بعض الأحيان، هل هذه كذلك عوامل أخرى قد تدخل في يعني القدرة الجنسية عند الشخص؟ الحقيقة لا شك، أنا هسه ما كملت إنه الأسباب النفسية والجسمية العضوية اللي بتأثر على الضعف الجنسي. فحكينا عن الأسباب الوعائية والأسباب العصبية، في عنا كمان السمنة وارتفاع الشحوم والكوليسترول وتصلب الشرايين لهم دور أساسي. عندنا بعض الجراحات، العمليات الجراحية على الحوض كاستئصال أورام المستقيم أو أورام البروستات تؤدي إلى الضعف الجنسي والعناني. بالإضافة لهيك أثبتت واتفقت كل الدراسات الحديثة على أن التدخين والكحول والمخدرات ذات تأثير سلبي متفق عليه تجاه القدرة الجنسية. فبالإضافة لأنه العوامل النفسية كمان بتلعب دور، الضغوطات النفسية القلق الدبريشن
بيأثروا كثير على القدرة الجنسية. وهنا يعني كان سؤالي بالفعل، هل يعني عندما نتحدث عن هذا الجانب النفسي ربما لا يدركه الكثيرون، يبحثون عن الأسباب التي ذكرتها سابقا، هل يعني من أين يأتي هذا التوتر؟ هل هو توتر في العمل أم يعني ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث هذا الدور النفسي في هذا المرض؟ هو لا شك بالنسبة للستايل أوف لايف اللي عم نعيشه حاليا، ضغوطات الحياة اللي عم نعيشها حاليا، النمط السريع بالحياة، المخاوف المستقبلية عن مستقبل الشخص، لا شك بتأثر بشكل ضاغط على الشخص وبتأدي فيه يا لأما يصاب بالقلق أو بالديبريشن بالهمود، واثنيناتهم بيأدوا لحدوث ضعف القدرة الجنسية. هنا يأتي دكتور ربما يعني سؤال، في بعض الأحيان يعني هناك في بعض الثقافات يتناولون الناس تتناول بعض الأعشاب أو يعني ربما يوصون ببعض الأعشاب أو الأطعمة لعلاج مثل هذا المرض، هل هذا يعني هل هذا حقيقي أم أنها أوهام يعني تباع؟ الحقيقة لا، ما في شيء أوهام، في شيء حقيقي. الشيء الحقيقي العودة إلى التغذية الطبيعية، التغذية المتوازنة، إلى الحياة الطبيعية، الحياة الطبيعية اللي فيها الرياضة، فيها الحركة، فيها الجهد العضلي، بالإضافة للأغذية، وخاصة بركز على موضوع الأغذية الطبيعية، الأغذية الطبيعية اللي من خضار وفواكه متنوعة اللي هي ضرورية لنا، بالإضافة للأسماك. أما بالنسبة للحوم إن كانت المعلبة أو غير المعلبة وتناولها بكميات كبيرة عم ترفع مستويات الشحوم والكوليسترول وتؤدي للسمنة ولتصلب الشرايين وبالتالي للضعف الجنسي. طيب دكتور، هل علاج هذا المرض برأيك منوط ربما الاختصاصي الجنسي أم هناك دور كذلك الطبيب النفساني؟ هلا نحن حكينا من البداية أنه نحن 75-80% من ضعف الجنسي سببه أمراض عضوية، فلهالسبب لا شك في حاجة لنبدأ عند طبيب جراح المسالك البولية والاضطرابات الجنسية والعجز الجنسي. طبعا التقييم المريض بيبدأ بالفحص السريري الدقيق، بنشوف المريض سمين ولا لا، في عنده تشوهات، عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني ولا لا، عنده سكري، بالقصة العائلية في شيء قصص مرضية سابقة، بعدها من لازم نعمل فحوصات تتضمن معدلات السكر في الدم، معدلات الشحوم والكوليسترول، وظائف الكلي، وظائف الكبد، التحاليل الهرمونية، معدلات التستوستيرون والإستروجين، التحاليل يجب والبرولاكتين كتير مهمة وضرورية. بالإضافة لهيك في عنا بعض الصور الشعاعية، إن كان إنه الألتراساوند دوبلر أو تصوير الأوعية لنشوف في تضيقات بالشرايين أو في هروب وريدي أو في تشوهات، هي كتير أساسية. بعدها بنوصل للتقييم، إذا كانت كل هالأمور أو هالتحاليل والفحوصات كانت طبيعية ووز نورمال رينج، وحس الطبيب حسينا إنه المريض عنده ديبريشن، عنده انكزايتي، طيب يعني فوقتها من بعدها يجي دور الطبيب النفسي، وقتها بنحول المريض لعند نستعين بالزميل اخصائي العلاج النفسي لنكون فريق عمل واحد نساعد المريض. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه النصائح دكتور نعيم صطمة، استشاري جراحة مسالك بولية وامراض العقم والضعف الجنسي، كنت معنا في قضية اليوم، شكرا جزيلا. بالنهاية بتمنى احكي خلاصة صغيري، هو احنا للاسف الوقت انتهى دكتور، ربما يعني نخصص حلقه اخرى لهذا الموضوع ايضا. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ربما زهايمر للزعيم عادل امام خاطب بعض المشكلات الصحيه لكبار السن، ولكن مع منى ماذا لديك يا منى؟